ممكن تقوليلي اعمل ايه في منطقة الاندر ارم؟ عندي فيها حكة وكمان حبوب، احنا كده عندنا مشكلتين كبار جدا، كمان بيعملوا كوارث حرفيا في المنطقة دي، فلازم ننهيهم تماما. اول حاجة هنبدأ نعملها لما يكون عندنا مشكلة زي دي، كل مزيلات العرق بجميع اشكالها والوانها واصنافها وطريقة استعمالها هنوقفها تماما، يعني مش هنقرب لها خالص، هنعتبرهم كده هنرميهم في الزبالة. هننظف منطقة الاندر ارم بالغسول الخاص بالبرايفت اريا، حاجة زي كده، ده انا كلمتكم عنه كتير، عبارة عن كتلة فواكه مسكرة انت بتحطيها، سيبك اصلا من اي حاجة، كفاية اصلا ايه ريحته، تمام؟ هينظف جدا جدا، يعني هيخلي المنطقة، ناخد منه نقطة كده ونرغي ونغسل بيه منطقة الاندر ارم كويس قوي، كمان ده سعره رخيص جدا من اي صيدلية. طبعا مش محتاجة انوه ان الكلام ده كله هيتم على نظافة، يعني مش هيكون في اي شعر في منطقة الاندر ارم. تالت واهم خطوة، هنجيب كريم زي جراميسين كريم، دوت سعره 6 جنيه من اي صيدلية او 9 جنيه من اي صيدلية، هنحطه كمضاد حيوي يعني للمنطقة ديت لمدة 3 ايام متواصلين، مش هتلاقي فيه حكة ولا التهاب ولا حبوب تحت الجلد ولا اي حاجة نهائي.